هشتغل من هنا هنأخد الخط اللي في النص ده، يعني والخط اللي في الجنب ده هنا هننزل من الحرم كده خط كده ترفع عليه. بسم الله، حالتنا النهارده حاله نحت رباعي مصري مقيم في المانيا. كان سبق لي ان هو عمل عمليه نحت رباعي قبل كده، شايفين الاثار بتاعه الفتحات هنا وهنا وهنا، وكذلك على الناحيه الثانيه هنا وهنا وهنا، بالاضافه لفتحات في اماكن ثانيه، بس النتيجه مش كويسه. ان شاء الله هنعمل اعاده العمليه ثانيه من فتحات مخفيه عشان ما نعملوش فتحات جديده، ونخلصه من كل سمك الدهون ده ونعمل نحت رباعي. تابعونا. رجعنا لكم مره ثانيه يا شباب. احنا دلوقتي شغالين في حفرتنا الثانيه بعد ما عملنا اذابه للدهون بالفيزر. احنا شغالين بجهاز مايكرو اير زي ما انتم سامعين صوت الذبذبات اثناء عمليه الشق بجهاز المايكرو اير. هنرجع لكم في فيديو ثاني ان شاء الله لما نخلص العمليه اثناء خطوه الشد. تابعونا. رجعنا لكم مره اخيره. احنا دلوقتي في خطوه شد الجلد عن طريق جهاز الفيزر. هنبدا نمشي يا شباب على الجلد بتاعنا. سامعين الصوت المميز لعملية الشد تحت الجلد، بحيث اننا نقدر نشتغل على الخطوط بتاعتنا. ده مود مختلف عن المود اللي فات بتاع إذابة الدهون. الحمد لله رب العالمين، خلاص خلصنا حالتنا. حابب بس اقول لكم طريقتنا اتاخدناها حوالينا قبل العمليه. محتنا الخطوط اللي في المنتصف، عملنا مع التسدي شفطنا الدهون، محتنا عضلات الستر حوالي لكم ده هنا، محتنا الخطوط في المنتصف الخطوط الخارجيه للعضلات، محتنا السكس باك، ولسه بعد ما نلبس المشجات بتاعتنا والفوم بتاعنا الشكل بقى رياضي اكتر. سمك الجلد لو شفت في الفيديوهات اللي فاتت كان سميك من هنا، دلوقتي الجلد بقى احسن كتير. طبيعي يكون في شويه تورم، طبيعي يكون في شويه كتمات، الشكل بقى احسن كتير. شفطنا دهون السطر ومحتنا دهون اللي تحت الابيض على الناحيتين. اتمنى ان حالتنا تكون عجبتكم، نشوفكم على خير.